أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء؟ واضح أن الله يشرح صدر المسلم ويوسعه لقبول الحق ويرتاح له، وأما من يريد أن يضله يعني إرادة كونية، من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا ما يقبل الحق ولا يتلذذ بالحق، وهذا هذا ظاهر على الكفرة والمنافقين، ما يريدون الحق إنما يريدون الباطل، وتنشرح صدورهم للباطل، أما الحق فتضيق صدورهم جدا. نعم، كالذي يصعد في السماء، لأن الإنسان مستحيل أنه يصعد في السماء، هذا الطيور فقط، فهذا بعيدة عليه الهداية كبعد أن الإنسان يصعد إلى السماء بنفسه، أما أنه يصعد بطائرة هذا ما صعد بنفسه، صعد طائرة. نعم.